السلام عليكم ورحمة الله. نشرة اقتصادية من قناة يمن شباب، ونستهلها دائما بأبرز العناوين. ميليشيا الحوثي تهدد بقطع الاتصالات والإنترنت وعزل اليمن عن العالم. مواطنون يشكون من موجة الغلاء، وتجار يرجعون الأسباب إلى ارتفاع أسعار الصرف. أزمة الوقود تمتد للمحافظات المحررة وتلقي بظلالها على الوضع المعيشي. أهلا بكم. هددت ميليشيا الحوثي بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات عن اليمن في حال استمر عدم دخول سفن أو في حال استمرار عدم دخول سفن المشتقات النفطية، في خطوة تستهدف عزل اليمني عن العالم. وأورد بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء أن عملية إيقاف كلي أو جزئي وشيك لشبكات الاتصالات والإنترنت في اليمن جراء استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية. وتحججت ميليشيا الحوثي بانعدام المشتقات النفطية، والذي سيؤدي إلى شلل تام في جميع المرافق الخدمية والصحية ومختلف القطاعات العامة والخاصة، وتعطل الخطوة الحوثية أكثر من 1842 مستشفى وجامعة ومنشأة تعليمية، وتحرم أكثر من مليوني طالب وباحث وأكاديمي من خدمات البحث والتطوير العلمي نتيجة انقطاع الإنترنت والاتصالات. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مهندس الاتصالات محمد المحيميد. مرحبا بك سيد محمد. ميليشيا الحوثي تهدد اليمنيين ككل بقطع الاتصالات والإنترنت في حال عدم دخول السفن، سفن الوقود، إلى موانئ الحديدة. باعتقادك ميليشيا الحوثي هل ستقوم فعلا بقطع هذه الخدمة والتي تدر عليها المليارات والملايين كذلك؟ في الحقيقة فإن عصابة الحوثي تفننت تفننا كبيرا في استخدام انقطاع الاتصالات والإنترنت كسلاح في هذه الحرب، فهي استخدمت الاتصالات أمنيا وعسكريا، وموارد الاتصالات سخرتها الموارد الاقتصادية الكبيرة سخرتها في المعركة العسكرية، واليوم نراها تستخدم الاتصالات كسلاح بطريقة جديدة وتكتيك جديد، وهو ابتزاز التحالف وابتزاز الشرعية بأن يسمحوا بدخول ناقلات النفط أو السفن المحملة بالنفط التابعة لتجار وبارونات الحوثيين إلى ميناء الحديدة. إذا لم يتم السماح بدخول هذه الناقلات فإنهم سوف يقطعون الاتصالات والإنترنت إما على الشعب اليمني كاملة أو على المناطق المحررة بشكل خاص. وأنا أقول أن هذا تكتيك جديد واستخدام عسكري لقطاع الاتصالات والإنترنت، وهذا تفنن جديد من الحوثيين في استخدام هذا القطاع بهذا الشكل. نعم باش مهندس محمد، يعني أنت كمهندس اتصالات وأيضا لك خبرة في هذا المجال، المستغرب أنه خلال 6 سنوات الحكومة الشرعية وكذلك وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي بديل أو إجراء في خدمة الاتصالات والإنترنت. هناك خدمة عدن نت التي تكللت بالفشل، لم تنجح. لماذا لم تتخذ الحكومة الشرعية خطوات جدية؟ في الحقيقة تكلمنا حول هذا الموضوع كثيرا وفي أكثر من منبر، ونعيد هنا مرة أخرى على منبر يمن شباب بأن وزارة الاتصالات الشرعية منذ أول يوم لم يكن اهتمامها أو يعني في وارد اهتمامها أن تعمل على السيطرة على قطاع الاتصالات والإنترنت أو حتى تكوين بديل لهذا القطاع في المناطق المحررة. كل هدف وزارة الاتصالات كان إنشاء شركة اتصالات خاصة به ومنافذين في الشرعية، ومنذ أول يوم هو يعمل على إنشاء هذه الشركة. حتى عدن نت التي تأسست أيام حكومة بن دغر وكان الهدف منها تشغيل إنترنت بالجيل الرابع في عدن وفي المناطق المحررة، تم إفشال هذا المشروع خدمة للشركات العاملة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين. لك أن تتخيل أن المؤسسة العامة للاتصالات وفروعها في المناطق المحررة حتى اليوم تدار ماليا وإداريا من صنعاء،
ويعني الفضيحة التي سربنا وثيقتها قبل عدة أسابيع أن رئيس الجمهورية في شهر 4 الماضي وبعد الهجوم الحوثي على مأرب ونهم والجوف وجه رئيس الوزراء وأمره بأن يعمل على نقل الشركات من صنعاء المناطق المحررة، ولكن وزير الاتصالات لم ينفذ هذا التوجيه، بل أن مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء المهندس صادق مصلح وهو لا يخدم الحوثيين أرسل خطابا آخر، ونشرنا هذا الخطاب إلى فروع المؤسسة في المكلا وسيئون وعدن، وأمرهم بأن لا يتجاوبوا مع توجيهات رئيس الجمهورية. وبالتالي يتبين لنا نعم محمد مهندس محمد، لماذا تتواطأ الحكومة الشرعية في بقاء الإنترنت والاتصالات بيد أو تحت سيطرة ميليشيا الحوثي؟ برأيك هل هناك شبهات أو شبهات أو صفقات مالية ما بين ميليشيا الحوثي وبعض من مسؤولي الحكومة الشرعية يعني مقابل بقاء هذا القطاع في صنعاء واستمراره كذلك بيد ميليشيا الحوثي؟ الحقيقة أن كما قلت لك المعلومات التي لدينا أن هناك فعلا من يستلم في الشرعية عمولات من الحوثيين مقابل عدم المساس في قطاع الاتصالات والإنترنت وإبقائه تحت سيطرة الحوثيين، وأيضا مقابل عدم إنشاء أي بديل في المناطق المحررة بحيث تظل الجمهورية كلها في قطاع الاتصالات والإنترنت تحت سيطرة الحوثيين. نعم، لكن لماذا لم تتخذ الحكومة الشرعية أو وزارة الاتصالات مثلا أي إجراء لوقف مثل هكذا فساد؟ لأن وزير الاتصالات لديه لوبي ونافذين في الشرعية يحمونه، ويعني ولا أحد يستطيع أن يحاسب هذا الوزير، ونحن طالبنا مجلس النواب أن يستجب هذا الوزير ويحقق في كل ما يثار حوله من شبهات. نعم، إذن المهندس محمد المحيميد مهندس اتصالات، شكرا جزيلا لك. شكى مواطنون في محافظة تعز من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية بمعدلات تفوق قدرتهم الشرائية بسبب تدهور الوضع المعيشي واستمرار انقطاع الرواتب، وقالوا إن موجة الغلاء تفاقمت مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نتيجة إقبال الناس على الشراء واقتناء حاجياتهم. والله ما تقدر تشتري لا قطمة رز ولا قطمة سكر، لأنه الوقت غير الوقت، جينا بزمن غير الزمن. ما كنا أول نشتري واصل الرز السكر هذا عادي ولا الدقيق، الحين ما في القورية هذا السنابل ب 16,000، أين قطرها ب 16,000؟ ارتفاع الصرف، ارتفعت الأسعار حوالي 20% بالأسعار. الحوالات المنطقة سيطرة الحوثيين برضو ارتفعت الأسعار بحوالات تحول بالمليون 150,000 تملك، والأسعار الآن يعني مع المشتقات النفطية مع عدم الطرق ولا المشتقات النفطية ولا الصعوبة بوصول المواد خاصة إلى محافظة تعز. من جانبهم أرجع تجار سبب ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الدولار والريال السعودي في الأسواق المصرفية وتلاعب الصرافين بقيمة العملة المحلية، وقال تجار تجزئة لمن شباب أن أسعار السلع تتغير باستمرار من يوم إلى آخر دون وجود رقابة من قبل السلطات على المستوردين وتجار الجملة لضبط الأسعار. السبب مع العيد الصرافين، لنتن في دولة وفي حكومة تمسك الصرافين، الناس اللي هنقموا علينا الصرافين، اللي عكموا تعز الصرافين، كل السبب الصرافة. 1000 صراف داخل تعز، من دي 2000 صراف، بكل زغط صراف، أين كان؟ بأي تاريخ؟ بأي مكان؟ صراحة مع العيد ارتفاع في الأسعار، أنا كوني تاجر تجزية، كل يوم أذهب إلى السوق لعند تجار الجملة، كل يوم ألاحظ في تغير في السعر، يوم زيادة 500، يوم 1000. لماذا هذا الارتفاع بالزيادة؟ يقول لك نحن ارتفاع في العملة ولا فارق الصرف في الريال السعودي بين نحن وبين منطقة الحوبان، وأحيانا يقول لك الآن ارتفاع حاليا بسبب ارتفاع في الوقود مشتقات النفطية نتيجة نقل المواد الغذائية من عدن أو من الحوبان. يعني نحن الآن متضررين، أنا هو كونه تاجر جملة يبيع لنا نحن وخلاص نجزى نحن. تأثر إنتاج البني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تراجعت نسبة مساحة الأراضي المزروعة وفقا لمسؤول في وزارة الزراعة والري،
وقال المدير العام للبن في وزارة الزراعة والري محمد قائد إن إنتاج البن في اليمن تأثر كثيرا خلال سنوات الحرب الأخيرة بعد تضرر المشاتل الرئيسية الأربعة في البلاد التي كانت تنتج 250 ألف غرسة في السنة، مشيرا إلى أن هناك مشتلين في محافظة صعدة ومشتلا واحدا في محافظة إب وآخر في محافظة المحويت. وتراجعت الأراضي المزروعة بالبن بأكثر من 900 هكتار خلال السنوات الثلاثة الماضية جراء الأزمات المتتالية في المشتقات النفطية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي. أقدمت ميليشيا الحوثي على استقطاع خمس إنتاج مزارع النخيل من التمور في منطقتي المدمن والسويق وأطراف الفازة بمديرية التحيتة في الحديدة. وأشار مزارعون إلى أن إنتاج التمور في هذا العام ارتفع بنسبة تقترب من 20% عن العام الماضي، وهو ما جعل ملاك تلك المزارع يستبشرون إلا أنهم أصيبوا بالصدمة بعد فرض ميليشيا الحوثي الخمس في مبيعات التمور. يذكر أن إحصائيات منظمة الفاو ذكرت أن أعداد النخيل في وادي الناصري الذي يعبر منطقتي السويق والفازة في التحيتة تقترب من مليون نخلة. وانتقد مزارعون فرض ضريبة الخمس على مبيعاتهم، مشيرين إلى أن ميليشيا الحوثي قامت بتلغيم مئات المزارع في منطقة الجريب في الفازة وأطراف المدمن رغم توقف العمليات العسكرية. يهدد تفاقم أزمة الوقود واتساع نطاق رقعتها بتوقف معظم مظاهر الحياة اليومية في البلاد وتوقف مصالح تجارية وخدمية للمواطنين. تفاقمت أزمة الوقود في اليمن مع نفاد مخزون المشتقات النفطية، حيث حذرت شركة النفط في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من كارثة إنسانية بسبب قرب نفاد كميات المشتقات النفطية في المخازن. وتشير تقديرات شركة النفط في صنعاء إلى أن الاحتياج الفعلي من مادتي البنزين والديزل يصل إلى 10,500,000 لتر في اليوم الواحد. وامتدت أزمة الوقود إلى المحافظات المحررة بعد أن ألقت بظلالها على حياة المواطنين اليمنيين ومختلف القطاعات التي أصيبت بشلل شبه كامل، حيث تفاجأ ملاك المركبات والسيارات في عدن بانخفاض المعروض من المشتقات النفطية منذ نحو 10 أيام، وصولا إلى اختفائها وإغلاق معظم محطات التعبئة الخاصة بالوقود أبوابها في العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية عدن. وأجبرت أزمة الوقود المواطنين على اللجوء لشراء المشتقات النفطية من السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم اليومية والمعيشية، بعد أن عجزت شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن عن إمداد السوق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية. وتعود أزمة الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إلى نهب الميليشيا العائدات الجمركية والضريبية لشحنات استيراد الوقود ورفضها دفع رواتب موظفي القطاع المدني، حيث اتهمت الحكومة الشرعية ميليشيا الحوثي قبيل بدء الأزمة بنهب 35 مليارا من العوائد الجمركية والضريبية لاستيراد شحنات الوقود، بعد أن وافقت الحكومة على إيداعها في فرع البنك المركزي بالحديدة لدفع رواتب الموظفين، بيد أن الميليشيا لم تلتزم بتعهداتها كالعادة واستمرت في نهب المال العام. تشهد مدينة صنعاء أزمة خانقة في الغاز المنزلي للأسبوع الثاني على التوالي وسط ارتفاع أسعارها في السوق السوداء. وقال سكان محليون إن انعدام اسطوانة الغاز المنزلي في مناطق الميليشيا الحوثية رفع سعر الاسطوانة إلى نحو 15 ألف ريال في السوق السوداء التي تديرها ميليشيا الحوثي وتجني من ورائها أرباحاً باهظة. وتحتكر ميليشيا الحوثي توزيع اسطوانة الغاز المنزلي عبر عقال الحارات الموالين لها من حين إلى آخر، تتعمد افتعال الأزمات المتتالية في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المواطنين في صنعاء من أوضاع اقتصادية صعبة جراء انقطاع الرواتب وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية. استنكرت الحكومة اليمنية قيام ميليشيا الحوثي بتعيين مدير جديد لبنك التسليف الزراعي الواقع في صنعاء، وسمت ميليشيا الحوثي إبراهيم أحمد الحوثي مديرا جديدا لبنك التسليف التعاوني الزراعي أحد أهم البنوك الحكومية. واعتبرت الحكومة أن هذه التعيينات تأتي ضمن مخطط لنهب المصارف والمؤسسات الإيرادية وحوثنة مؤسسات الدولة. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح صحفي
إن تعيين زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي لأقاربه على رأس المؤسسات الإرادية للدولة في مناطق سيطرة الميليشيا يثبت بأنهم مجرد لصوص جاءوا لنهب الشعب اليمني وجمع أكبر قدر ممكن من المال الحرام على حساب معاناة وأوجاع ودماء اليمنيين. أغلقت الهيئة العليا للأدوية فرع تعز عددا من المنشآت الدوائية والمخالفة في سوق الأدوية في المدينة. قال مدير فرع الهيئة العليا للأدوية رئيس لجنة الرقابة الدوائية دكتور محمد الصوفي إن عملية الإغلاق شملت 10 منشآت دوائية مخالفة للقانون ظلت تعمل طوال الفترة الماضية دون وجود تراخيص مزاولة عمل لديها. وأضاف الصوفي في بلاغ صحفي أن عملية الإغلاق مستمرة حتى تحقيق أهداف لجنة الرقابة الدوائية للحد من المخالفات المتعلقة بإخفاء الأصناف أو المغالاة في أسعارها، مؤكدا أن القانون اليمني يجرم بيع الأدوية والمستلزمات الطبية دون الحصول على تراخيص مزاولة المهنة من الهيئة العليا للأدوية. استأنف مطار سيئون الدولي الحركة الجوية التجارية بينه وبين المطارات الدولية المتعامل معها بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا. وأوضح مدير عام المطار علي بكثير أنه بناء على توجيهات اللجنة العليا للطوارئ وبموجب تعميم الهيئة العامة للطيران المدني استأنفت حركة الطيران للتشغيل التجاري بمطار سيئون وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة. وأشار إلى جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد بحيث لا تقل الفترات الزمنية التي تفصل بين الرحلات القادمة والواصلة عن 3 ساعات لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل مسافري كل رحلة. تسببت أمطار وسيول غزيرة في إلغاء رحلات جوية للطيران اليمني عبر مطار سيئون الدولي عقب يومين من بدء استئناف العمل فيه. ونقل مراسل يمن شباب عن مصادر ملاحية في مطار سيئون الدولي أنه تم إلغاء الرحلات الجوية عبر المطار نتيجة الأمطار والسيول الغزيرة. ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس كورونا، لكنها ظلت داخل نطاق تداول ضيق سجلته في الأسابيع الثلاثة الفائتة وسط مخاوف من أن تؤدي إجراءات عزل عام جديدة إلى خروج تعافي الطلب عن مسارع. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 21 سنتا إلى حوالي 15% إلى 43.49 دولارا للبرميل، بينما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 40.62 دولارا. وتحركت أسعار إغلاق الخامين في نطاق دولارين منذ بداية الشهر الجاري، وتلقت الأسعار الدعم من تطورات مشجعة بشأن إنتاج لقاح مع مسارعة منتجي العقاقير والمؤسسات الطبية إلى إيجاد سبيل لمواجهة أسوأ أزمة صحية تواجه العالم في قرن. وقبل الختام هذه جولة سريعة على أسعار العملات. كان هذا كل ما لدينا في نشرتنا الاقتصادية، أشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.